السنة حيكون عندنا حوالي 80 بلدة عم نشتغل نحن وياهم نتيجة أزمة الكورونا ونتيجة الوضع الاقتصادي السيء اللي صار بالبلد. حطينا خطة لتطوير هذا العمل، وجدنا أزمة الكورونا طورت عززت الوضع أكثر، رجعت العالم لتزرع أرضها، نحن كنا عم نواكبها. عم نأمن لها شتول، البندورة والخيار والباذنجان والكوسة وكل الزراعات اللي بتعوزها الأسرة ببيتها. كل بلد سكر حالها العالم، نحن عندنا ازمه استيراد مواد غذائيه. هذا الناس شعرتها عم نشرح لهم اياها. التلافيه لهذا الماس بلشنا نزرع، نحن نشجع على زراعه البقوليات. نحن بالمرحله الاولى قبل الكورونا زرعنا القمح بكميات كبيره، الويت زرعنا قمح كميات كبيره وزرعنا شعير للعلف للحيوانات، وهلا بلشنا زراعه السمسم كمان، هلا موسمها، والحمص حنزرعهم. يعني عم نشتغل على زراعه الحبوب اللي بحاجه الى لبنان، وين في منطقة فيها سهول عم يروح المهندس بيكشف عليها، إذا في إمكانية عم تنسق مع البلدية والمزارعين عم يشتغلوا بيزرعوها. غلى الأسعار، الأسمدة غالية هلا، الأدوات الزراعية غالية، كل شيء في غلى، يعني اللي كان بألف صار بألفين ليرة مثلا. وبدها دعم، الدولة تدعم هالأمور. هلا من بوجود الجهد البناء يعني اعطانا اياهم باسعار رمزيه، يعني بعد شوي ببلاش، الدوله مش سالاني علينا. الوضع الاقتصادي حلتنا بالويل، يعني ما حلتنا بالويل الوضع الاقتصادي، لانه ما في عندنا التفاته، حدا التفت علينا الا الجهه اللي عم نقول لك عنها، مركز جهاد البناء، هو اللي عنده كمان شو الالتفاته اللي ما يعني ما بتكفي، بده التفاته، بدها التفاته الدوله، وما في عندنا دوله تلتفت على المزارع، يعني بجميع الجهات نحن معدومين.